بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن جنود النحل تشبه البشر. اكتشف علماء بريطانيين مؤخرا أن بعض حشرات النحل تولد كجنود من خلال الفحص. أدرك الباحثون أن جنود النحل تختلف عن شقلات النحل في سلوكها وحجمها وأشكالها، فهي أضخم حجما بنسبة 30% من شقلات النحل، ورجلها أضخم لاستخدامها في الدفاع، وذلك عندما يقوم النحل اللص بمهاجمة بيوت النحل لصريعة مخزن الغذاء. أن هذه الجنود يمكن أن تقتل في المعركة وكأنها تدافع عن الخلية، وأيضا قد تكون تخلي نفسها ضحية للمستعمرات مستعمرات النحل. ويقول العلماء أن سلوك النحل يشبه البشر بما يمثل قمة الحياة الاجتماعية. صراحة ما نقول سبحان الله، لقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام آية 38، والله أعلم.